دكتور راشد، ممكن تكلمنا عن الإسعافات الأولية للأنف؟ نعم، شكرا جزيلا على السؤال هذا. هي الإسعافات الأولية للأنف يعتمد على ماذا يحصل في الأنف. أولا قد يكون النزيف الذي يحدث في الأنف ما يسمى بالرعاف. هذا الرعاف قد يكون معظم الناس تصاب به، إما أن يكون بسبب ضربة في الأنف أو بسبب مرض لا سمح الله. أما حدوث الرعاف العادي هناك إسعافات أولية له، أن يتم وضع المريض في مكان ما، ثم انحناء الرأس إلى الأمام، وضع بعض الكمامات الباردة الثلج على الرأس، ثم الضغط على الأنف لمدة 10 دقائق وهو في وضعية كهذه رأسه إلى الأسفل. هذا يعني يساعد إنه النزيف يتوقف في خلال 10 دقائق. إذا لم يتوقف هذا النزيف في خلال 10 دقائق يجب مراجعة أقرب مركز صحي. هذا هو الرعاف المعروف عند العامة. في نوعية ثانية قد يكون للاعبي كرة القدم أو سقوط على الأرض أو نتيجة حادث سير، قد يكون تحدث ضربة في الأنف خارجية. هذه الضربة قد تؤدي إلى ورم في الأنف وإلى أيضا انحراف في عظم الأنف. فإذا حدث ورم في الأنف هنا يتم وضع بعض الكمامات الباردة على الأنف، ثم بعد ذلك مراجعة الطبيب حتى يتم معرفة إذا كان هناك كسر في الأنف أو لا. حيث إذا كان هناك كسر يكون في مدة معينة يجب إصلاح الكسر في الأنف نتيجة الضربة هذه خلال أسبوعين، يجب إرجاع الأنف إلى ما هو عليه قبل أن يقع أو تصيب الأنف. وأما يكون نوعية الثانية من الإسعافات الأولية للأنف ما بعد إجراء العملية، وهي أما حدوث نزيف أو حدوث التهاب. فهنا حدوث نزيف نتبع التعليمات، نزيف الرعاف والدم، نتبع تنزيفات أنه الضغط على الأنف ثم وضع كمامات باردة ثم الذهاب إلى المستشفى. أما إذا كانت هناك عملية جراحية أخرى التهاب فيجب مراجعة الطبيب في أسرع وقت ممكن. شكرا جدا لحضرتك.